أحمد زويل أول العلماء العرب المتوجين بنوبل للكيمياء. يعتبر زويل أول عالم مصري وعربي يفوز بجائزة نوبل للكيمياء لابتكاراته في مجال الكيمياء، وتحديداً الفيمتو عام 1990، كما حصل على جائزة نوبل للسلام العالمي. تميز بتمكنه من تصوير الجزيئات في التفاعلات الكيميائية بواسطة ميكروسكوب يعمل بأشعة الليزر في زمن الفيمتو الثانية، وهو ما لم يكن متاحاً قبل اختراعه. تصدر اسمه قائمة الشرف بالولايات المتحدة التي تضم أسماء الشخصيات التي ساهمت في النهضة الأمريكية بعد أن استقر ودرس هناك. حل تاسعاً من بين 29 شخصية باعتباره أهم علماء الليزر بالولايات المتحدة، بقائمة ضمت كلاً من ألبرت أينشتاين وألكسندر غراهام بيل. يرى أنه إذا كان بالإمكان فهم مشهد التغيير الكيميائي أو البيولوجي، فربما تكون قادراً على تغيير المشهد القائم. كما يرى أن الطاقة البشرية أهم عامل لنجاح الأمم، وأن العلم والمعرفة ليس لهما أي بلد، وهدفهما تحسين النوع البشري. بعد مسيرة علمية زاخرة توزعت بين النظري والعملي، نشر زويل أكثر من 350 بحثاً في أكبر المجلات العالمية.